بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شافع محشرنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرزان بو إيش لما دكاني مرحلة دومي فصلي كم لطاوخاني ابن عمر للدراسات الشرعية أم كتابي الأربعين النووية. أربعين يعني شغل نوويش فاضرة وتلاي إمام النووي ورحمة خوالي لبه نبروي أم كتابة أم دايناوة أم كتابة جب ديتي لشي بخطي كتابك بديتي لكو كرنوية شل حديثي في أغمري خاصة الله سلم وخو السنة متصلة وقاعد وصل في أغمري خاصة الله باشي كان متواتر باشي كان أحد برام لكورتي كي داروي السنة دو متصلة في أغمري خاصة الله سلم إمام النووي تركيزي لأسروا بكر حديثان أهموي صحيح باشا أم حديثان لشن بوار داي لبواري عقيدة دا لبواري سلوك وأخلاق دا لبواري فقه دا بشي شي هندي شي لبواري قيامة وغيبيات دا أمانا في كنري أم شل حديثان لكو تايدا طالب العلم كأم حديثان حفظ لك يعني دا عمرين تي لغا دا تواني هيكلي جشتي هيكلي جشتي إسلام لا هزري دا بوني هبه شنكا وقلت من همو في كنرانا دا قريتا خويكا دين إسلامي بيكيناو وكو أخلاقيات وكو سلوك وكو عقيدة وكو فقه أموشتانا تاكو تاي والله أعلم بويا دينا سر حديثيكا كتابك شون جاك راوتوا لابري حديثيكا يخطان أبي لابري حديثيكا مقر شرحكي توز زيادة كردبي أجينا زور زور كما بوخوي جا أمال لبرد دكري عقاتان ليبه أمال لبرد دكري يعني قبتو إسفايلة كدبي لبريكي ماشا لبرد كريو ثمركشي سرحكشي إشالا هل سلام كتابة قرشتي جيش زيادة بولا خيال مو بيتان دلا بو حديثي يكم زور تركيش دخينا سر ترجمة كردن حديثي يكم الحديث الأول عن أمير المؤمنين لأمير إيمان داران وأبي حفص باوكي حفص عمري كري خطاب حفص شيء حفص كري عمر شيء زاني عفوا حفص كري عمر أبي حفص شيء خزان في أغمري خصاصة أبي حفص قال دفرمي قال قتي عمرك الخطاب قتويتي سمعت رسول الله جملة في أغمري خواب صلى الله عليه وسلم ما يشك لإسناد بقوتك لا علمي حديث ده سمعت إسنادي بقوته عن لا واسترة عن رسول الله بلان سمعت إسنادك بقوته شو كهم لفظ معناك يعني في أغمري خصاصة هم دارشنوي هم معناك في أغمري خواب يعني وقت شو النبي محمد قلت ويتي ليه ورجلتوه سمعت رسول الله النبي محمد إخوة لأن الدعاء إخوة جملة أبو يقول كذا يقول أم عمر يخرج خطاب يجرته ده يقول إنما ببيجماني الأعمال كرد وكان بالنيات بنيتكان يعني يعني هر كرد ويك كذا كريه لسر أساسي نيتك يبين على كريه باشا نيتك يتشاق بو كرد وكا تشاق نيتك يخراب بو كرد وكا خرابة توز التفصيلي تيدا اگر هنبو زور درجنا بو دي مسري وانما وببي غماني لكل امرئ بو همو كسه امرئ يعني كس تاكك فردك انما ببي غماني لكل بو همو امرئ كسك ما نوى اويك ونيتي خواستو بوي ما نوى او نيتيك وهيبو او قصديك وهيبو باشا كردو كان إنما العمل بالنيات بني تكانيان وبو هركس يشيش هاي نيتكي ببي نيتكي كردوكي باشا فمن زاهر كاتك فمن يعني زاهر كاتك كانت هركسك فمن كانت هركسك هجرته هجرتكي إلى الله ورسوله ولا يخواه بيغمبركي بو نيدراوكي بو فهجرته أو هجرتكي إلى الله ورسوله ولا يخواه بيغمبركي كردوه أو يكميان دي قدام شكو باسي نيته باسي عمله أو هي كم يعني فمن كانت هركسك هجرتك ولا يخوى بيغمبر عنيتك ولا يخوى بيغمبر بروا بنيت أو فهجرته هجرتك كبعملي كرت إلى الله ورسوله ولا يخوى بيغمبر هي كرت شكو نيتك أو واني أو يدوم يعني ومن كانت هركسك هجرته هجرتك لدنيا بو مالي كرت مالي دنيا كرت يصيبها بو يبدستي بيني او امرأة يان بو آفرتك ينكحها يان هجرتك بو لا آفرتك بو بيخوازي
أما نيتك ذاك هجرتك يتر فهجرته أو هجرتي كردو إلى ما هاجر عليه بولا أوشتك هجرتي بو كردو يعني بكرتي أجر نيتك أو بو كهجرتك بعمل كرتا بولا أو كردوتي يعني بش بخاطي خمري خاونا ما أما أم دوانا فرقيان شسيري باسي نيت وباسي عملا دوائي في خمري خاو دون منا دينيتا وهرب الشيان لباسي هجرت لباسي هجرت شونك هجرت ديشيك لقورتين عبادتكان كدكري هجرت كوت إيش في الجورتين عبادتك أن جاء أمن مونية ضرب مثلي في عمر خاصة سلم بورن كورنوي مثلا عمل نيته بيجي يجي الجورتين عبادتك أن كهجرة شو كهر كاتك إنسان أو بيتير جينه كعبادة يجي لو شيء واضع لو حجم جوري وكو هجرة أجر بيته بنيتي خوابي عمر إخوانه فيه بشي كي بوتة بشي كي بوتة شو قلت ما نيته كان لسر عمل كان يعني بنيات درن أما التصوري الإسلامي ده تيجي تابلي فراوان جوانا مسألة نيته ومسألة عمل وتفصيل يجي بتوشي شتية ده بلا ما زال الكلمة كان دير بكينها لغة الحديث مساوى زمان حديثك أو كلماتان كواتوزة هنا بابلين ليلن باسيان دكين النيات نيتا كان يعني شو أنا معناه كبريتلا جمع النية كوي نيتا وهي القصد أو إيش بريتلا ما بست نيات بريتلا ما بست المقترن بالفعل بلا نجمة بس بتانية المقترن كفي وسط بكر دوار بوي إما كباس النية دكين يكسر نية في وسط بكر بعمله بكر دوار بلا مكسي كتنها نيتي مجردها به أو في دوكي قصد تذكر قصد يعني ما بس بلا مكوت النية نية يكسر في وسط بكر دوار كسي كنية هي اللي يكسر كر دوار كشبك ها نية وكر دوار في وسط بيكو كوت النية يعني القصد مع الفعل ما بستي كتيا كلاسر اساسي او ما بستو كدويك دادا مثلاني بونو تو ما بستا بريبو مزغوت داشي بو مزغوت يكسا ها ما بستا كد بريتي له هناني كردوي بلام كتنها ما بستي كي مجردته ابو لدغد ده نبو بفعل او بيدو بدي قصد بيناو تنيات باشا الهجره هجرتيا هي الانتقال بريتي لغواسنو من بلاد الكفار لا شاري كافرانا وإلى بلاد المسلمين بوشاري مسلمانان خوف الفتنة لترسي فتنة فتنة كي بشو ده قلت بلاد كافر بشو ده قلت شاري كافر زلمة فرمي أنا هر شو يعني ككوا شعاري مسلمانة وأنا شعار عبادتي خوي تدابك أو كاتهجتي لصر فرزة عقدامه أو كاتهجتي لصر فرزة سبون منا كوري باكور أم ولات كومنيستي كان يستا كم المسلمان ينتكر دوتو فرض هجرت دبي ما غير بو كسا كانت واني باشا فرض دبي دبي بروا شكون شي عن المسلمان نتي داني وكو باندان وكو نيجو وكو مناس كانا او بابا ثاني تي دانيا بو الي هجرت ايش بمعنى بريت لا غواس نوا روشتن لبلاد كافر وبلاد مسلمين لشاري كافر وبشاري مسلمان لا ترسي وي فتنه لا ترسي فتنه فتنه قلت ما بريت لا وي كتونت وان شي عن المسلمان خد هذا بجيبني لدنيا يصيبها أي لفرصة دنيوية يريد تحصيلها كمان هركس كي جدك يقول سر لدنيا يصيبها بويكوا الدنيا بمالك ب لذا لفرصة بو فرصة إيش دنياك ديو بدستي بهنا جاء ليرة بكرتي ببختي دو بشا بشي نيته بشي عمل بشي نمونه هنا نوكش نمونه هنا نوكش في خمرة كمان بهجت هنا بتيو جاء مسألة هجته شو أم بو زور بكرتي وقلت من عمل صالح دوانزيمي بعثته هجرة ديان شوار ديما الله أعلم بشوار صالح بلى شوار ديمي بعثه بعثاني بيغمبرياتي لمكة صالح شوار ديمي بابلين نرجاني بيغمبري صلى الله عليه وسلم كوحي بواتو صالح شوار ديم لمكة أمري في ذكرية بأوي كطواو هجرتها بو مدينة لو هجرت دخن بو مدينة بلام هند يكهن الرجل مسلمانان دكون نجب نيتي أوي كوا بسن ليش عاري ديني خوين بكن بنيتي أوي كا بسن بازرجاني كرما الله هم زيارة هم تجارة بازرجاني كنا هند بنيتي جن خواص من بابه تنا دشو وبيا خمر خارهوني كردو تكاك يام بو خوايا يام بو غيري خوايا دوش تكون عبده يام بو خوايا يام بو غيري خوايا أليه دا روني ومسألة نيته عمل دردك به روني ما ودردك به باش جاء بابين سرشي فوائد مستنبطة أو سوداني كوا مستنبطة
فوائد يعني سود مستنبطة يعني هل هينزراو سود هل هينزراو كان من الحديث الأول لحديث يكم دا يعني أم سوداني كده أم حديثة سودا كان هنا الحديث دل حديثك دليل بلغية على لسر اشتراط النية بمرج قرتني نية في جميع الأعمال لهم كارو كردو وكذا بيس إنسان نيتها به بويا بمرج جيراوة اشتراط النية بمرز قرتني نية في جميع الأعمال لهم كارو كردو وكذا بيس تو نيتها به باشا الحديث دليل سود دوم حديثك بلغية لسر على أثري كاريجري تفاوت جدائي يعني جاوازي زيوازي نيتكان في أعمال الناس لكارو كردوي إنسان ده أم حديثة بلغي لسر أوي كإنسان كردوي كانشي أجر وقيقبي بلان كاتك نيتكان زيوازا لا يخوا كردوي كان زيوازي بلان لتشاوي إنسان ده قجي كردوي كان يسا هجرت خو أوانا هرشيان لتشاوي إنسان وهرشيان هجرتين كردوي أميش هجرتي كرو أميش هجرتي كرو يعني هرشيان أمي هجرت نيا أجر ما بيديني بلان نا چی دی گوره کامیان حجمی هجرت که دی گوره کامیان خیر و کامیان خیری که دانیه نیت که وقت علی و دادر دکه و جیازی نیتی انسان لکارو کرده و داده گونجه کارو کرده و کارو خو یک بی بلان نیت که دی گوره باشه انزا او منافق کن دغلا کن لمدینه کات شری شری مؤته عفوا شری مؤتنه شری اوی که بیده ساعت العسره ويك مصومان عند ابويا كوب نو هاوين بو قرز بو كبسن بو جنگ بو لا برو مكان دو فتح مكه بو باشا جنگ رو مكان اساس رو مكان جنگ كان اذا بيعملوا اساسا فرمي الله بس صدقات ونفقات كو كريتو شوكا ايدي جنگ مال لبيشا او بو هنديك دهات سنها صاعق خرمه دي ابو دي هنا صاعق شنگا عندو شنگا او يك بس خيالم دانا ما عندي يعني قصد كوشي بيعملي خو هنديك زياتر هنديك عطوني دين عندك زيبي دين عثمان يكون عفان خير زوري كر أول بوبي غمار يخاف فرمي لموضوع زرد بعثمان ناقة عندك تنها صاعد شان هبو دين هنا زام منافق هذا غلط كان ليش يان ذكرت قالتين في ذكرت بوي خواص سبحانه وتعالى فرمي الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات أواني كوا يلمزون قالتا ب الذين يلمزون المطوعين بخو بخش إيمان دارك عندك كان كذا كذا بخشن استهزاء بذلك يسخرون منهم سخر الله منهم خوا قالتين بذلك خوا رسوا عندك خوا اللي يسريها الله ما بس يليره ما بس أويا خو أما هنيش منافقين هنيش بخشوي بويان ها بشي خوي زياتري هم بخشوي بس وشي صاعيش ديني داور شي خو بوي دلم تصوري إسلامي بو مسالي كردوا كان زور جوانا بنيت هم مشتك ديتا بيشي هم مشتك جوان دبي يعني او عدالتي كلبين انسان دا دروز به بنيت دروز به لا اخوه خو اما لو زياتريان بخشي به منافق كان اما كمتريان بخشي وكلاني مادي طالما لا اخوه اما قورت ان الله اكبر لا اخوه او قورت ويش كن نيتك يا ابو اخوه اما نيتك يا ابو الدنيا ابو روبك خلق فخني عم بيوكا بويسيم الحديث دليل على فضل الهجرة الى الله ورسوله سيم سودش كلام حديث ورجية بيتلا فضل وجوري هجرت كدن بولاي خوا بولاي بيا غمركي عشان هجرت هجرت إيش دو هجرت معنها أقدر بن هجرت معنوي معنها وهجرت فعلي معنها هجرت معنوي قد نارته إنسان بردام لهجرت معنوي ده أو يك كوز كلا صفة بيسو صفة ناشرين وصفة هيشكاني خوي بصفة باش وصفة شاكاني خوي كلا تسجيل نفس دائما بناسي لكي أو إيش يقوله هجرت؟ هجرت إيش فعليه؟ أو إيه كباس ما كردوه؟ ظاهري حدث كذا باس إذا كان إنسان قدر لفيت نترسا فيش هجرت كأو كوس كابو شو نكوا دينك أي دتواني برباك عليه. أما أنا بريتي ملا فوائد فوائد يعني سود. بس يدوم قواعد قواعد يعني الرئاسة قواعد يعني الرئاسة. باشا القواعد مستنبطة قواعد الرئاسة هل هنجرا ولا حديثية كم هندق الرئاسة هي هل دينجا الرئاسة يعني شيء بتشي لو تي قواعد قاعدة قاعدة شتى كالسري بنياد دينجشت ها قاعدة قاعدة يعني شيء يعني إذا قاعدة ليش هي لصفة كاني قاعدة شيء زيجيرة ناقورة
بپی زمان و کاد نگوره بر دوام شتی لسب بنیاد دتوانی بنی ببی گورن قاعدی شت لسب بنیاد سان قاعدی لسلام حدیث بنیاد دنری قاعدی یکم یک لقاعده کان قاعدی فقهیه قاعدی شی فقهیه الامور بمقاصدها اوش که لقاعده فقه کان اصول فقه ده خوین ده یا مثلا قواعد فقهی ریسا فقه کان یکی لریسا کان کلم حدیث ورد جیری او یک کار کرده و کان به مقصد کان یعنی بنیت کان یعنی الامور بمقاصدها باشا كارو كردو وكان بمقصد كان يانا جاروني كروتو أي ما بس دي أن كنتائج در أنجام الأقوال والأفعال كردو وكتكان وأحكامها وحكم كان تختلف باختلاف المقاصد ببي ما بس تكان ياندا قورين قصو كردو وكان وأحكام كان ببي ما بس تكان ياندا قورين باشا ببي أو ما بس دي كبرامبرك هيتي حكم كاش دا غوري قسا كاش دا غوري كردا وكاش دا غوري نمني شي بسوك وكو وكو في غمار قصص صنعاء كفتح مكي كردو ابو هندي خزاني ابو سفيان دي بولاي دلي بابلين ميردكم رزيله و بابلين لو ده بشمنادا لسروت سامان كوابت وان امور كاروباري خزاني خوماني بيرا بارينين ايا يخدم قصير. ده جنزيم اللي برم ببيع قداري خوي. ببيع قداري خوي. خوي أما أجر مقصدك اللي بكينوا حرامه. كأفرت يعني نكر أفرت. هرك سك ببيع قداري كسرش كلا ما هو ملك كي بره. نقول جشتي. باشا. بعدم شو كبيع عمري خوا دزاني مقصدي أم شيء. شو كي لا لا حكمة كان خزان داري أو يك إنسان پیاد به نفقه بسرج نکی او بچه شه وانی بچه ولی رولی بودن رای پیا اوه کنایکا افراد دتوانه بزور او مافی خوی بدست بینه بوی پیغمبری خو او مقصد داره بر چاو دگری کام مافقی ندرا وتی لیر باز باسی مافا بوی دل دتوانی دتوانی بی 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 اگلاری او باشه لیر حکم که گران نگوره خو او بگشتی حرامش دیوا ولی مادام ماف لیر فوتانی مافش تکا مقصدی که واتليرا حكم في قيكا غورا بوبوي كوا حسابي بو نيته مقصدك كر فام كابريا ما في ندراوت اها نجاوب مثلا نمون ايش شي هناوتو نيجي زوين شي هناوتو بقاعده فقهيه مثلا نمون هيك حافظ القران لبركري قران حفظه من اجل ان يكون شفيعا له كاتك انسان حافظ القران قران لبردك حفظه لبركنك بو اويا من اجل ان يكون شفيعا له كوا ببيته شفاعتك قرانك شفاعتي بو قال قيام الدبوي واخر حفظه ليقال نا ليقال حافظ من دون من هنا وتو بو رنك او قاعده فقهيه لبركن القران كوا قران لبركنك بو اويا ك سبين لقيامه فريك شفاعتي بوك وقال حديثي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هاتوك فرميتي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه باشا قرآن مكون جوكلا قيامة دا يبيت الشافع بو هاولاكي أما بونيته ودي إخواني كيف يشكى بنيتك ودي إخواني بوي بيبلن ولا قرآن يبال كردو ما شاء الله إليه بي يهارو شيء أقول لبنيان كردو والله من يتقان ينزيهوازا بوي أدركش زيهوازا أما أصلا هر باداج نك باداج نادرتو عقوبش إلى سد باشا برم دلي فالنتائج در انجام كان تختلف دغورين فالاول يكميا نمونيه كميا يقال له اقرا وارتقي فان منزلتك عند اخر ايه تقراها يكميا عند قلت لك القران كده بركبه بيت الشافع ده فرمي يقال له كده قلت اقرا بخوينا وارتقي برزبو بمنزلي بمنزلكاني باش دا برزبو وارتقي فإن منزلتك أو منزلتو منزليتو منزلي يعني أو شونيكتي داتا جيرسي ودي بتمالد عند آخر آية لكوتا آية دايا كدي إخواني يعني وكسيك القرآن اللي برد دخواني دخواني برز دبتو برز دبتو ولا باش دا خوي قوري برز دكاتو منزلت تا آك وتا آيات كالبريتي انزالي ودا منزلك ايه اما اما يكم اواي بيدا قلت لي والآخر بلان اوي دوميان والآخر أول من تسعر به النار يوم القيامة يا كم كسيك كوا أغريب يا قرم لك أو ذات بحرب شام قرآن لبرك بلان موضوع كذي يا وازان
أما بريتيب لحديث يكم بحديث دوم إن شاء الله هربم شوازوبم ربع صدرين وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.